ورح نفترض انه اللاتشينج كرنت اي لاتشينج اظن انه كان لهذا 80 ملي امبير. اوكي ناخذ الدائره، راح اخذ لود هون ار ال، وخليني افترض انه ار ال مثلا 100 اوم او 10 اوم. قديش كان عندي الفورورد كرنت هون؟ 13 امبير. فخليني افترض انه عندي هون فولتج سورس دي سي، فولتج سورس في اس بيساوي 100 فولت دي سي. اخذنا هون هذا الاس سي ار، هاي دائرة الاس سي ار، راح نحط هون ليميتنج ريزيستر ار ليميتنج، راح احط هون انا بوش بتن عشان اشغل الدائرة، وراح نحط هون 5 فولت. طبعا الوضع بيختلف اذا كان هذا اي سي، اذا هذا السورس اي سي بيختلف، لانه ايش اختلاف بين الاي سي والدي سي بالحالة هاي راح يكون؟ لما بستعمل هون اي سي كل 10 ملي سكند اذا كان هذا 50 هرتز راح ينزل الكرنت لزيرو، فممكن هو السيستم يطفي لحاله. بس احنا راح نستعمل هلا هاي الدائره، فعندي صار هون 10 وهذه 10 اوم، وخليني افترض انه في اي كي اون، في اي كي بالاون ستيت راح افترضه زيرو هلا هون، هذا مش صحيح. اوكي فاهمين ايش يعني هاد؟ الفولتج هون عبر هذا السويتش لما يكون بالاون ستيت راح افترضه انه زيرو. راح اعمله. طيب خلينا ناخذ هلا الحساب، هلا لما بسكر هاي من هون بدي القيم تكون بين القيم هاي بين 3 و 32 ملي امبير. خليني افترض انه بدي اقترب انا من 32 ملي امبير عشان حسب الفاليوز، يعني هو بضمن لي هون الماكسيمم فاليو ما يزيد عن 32 المطلوب وما ينزلش، وهذا تيبيكال فاليو. هلا اذا بدنا 30 او 32 ملي امبير، لو بدنا نشتغل على 35 ملي امبير فبدي هذا الكرنت من هون يكون اي جيت كاثود، بده يكون خلينا نقول 35 ملي امبير حتى اضمن انه يشتغل السيستم. راح تكون عندي هاي الدائره، وراح افترض انه هذا من هون لهون 0.7، عشان حتى يعمل سويتشنج اون بده يكون عندي اي جيت كرنت بده يساوي 5 ماينس 0.7. قديش الفولتج عبر هذا السويتش لما بسكر؟ راح نفترض انه زيرو. عندي هون على 0.035 امبير، مضبوط؟ اسف على ار ال، على ار ليميتنج. اذا بصير عندي ار ليميتنج بده يساوي، بدنا هذا يكون اكبر من او يساوي 35 ملي امبير. اذا ار ليميتنج بيساوي 5 ماينس 0.7 4.3 فولتس على 0.035. قديش هذا بيطلع؟ بتطلع تقريبا بال 1 2 حوالي 100 وشيء، مش هيك؟ حد يحسبها؟ 100 او 100 وشيء اوم، حوالي 130 اوم. حد يتاكد من الرقم؟ 122. طيب هذا راح نحطه 122 اوم. طيب بس الاشي الوحيد اللي بدي اتاكد منه هو اكيد انه صحيح، اكيد هذا راح يوصل فوق اللاتشنج، مش هيك؟ مش معقول انه يكون اقل من اللاتشنج. قديش تقريبا الكرنت راح يمشي هون؟ 100 على 10. 100 على 10 فعندي اي لود راح يساوي 100 على 10 اوم اذا اهملنا الهاي، وراح يكون عندي 10 امبير. 10 امبير اقل من الكرنت الفورورد تبع السيستم، لانه هذا كونتينيوس. اقل من الكرنت اللي هون، فعندي 10 اوم، 10 امبير راح تمشي الدائره. وهلا عشان اطفي السيستم راح نحط هون هذا نورمالي كلوز، هذا نورمالي اوبن. فلما بدي اطفي هذا صار الاوف سويتش بوش بتن، وهذا الاون بوش بتن. حتى يشتغل هذا النظام بكبس هاي الكبسه وبرفع من هون، بدي اتاكد انه هذا وصل اللاتشنج كرنت من هون. اكيد هذا طبعا اكبر بكثير من اي لاتشنج، اي لاتشنج قلنا تقريبا 80 ملي. اوكي هاي دائره بتشتغل معي، احنا عاده ما بنستعملها بالدي سي زي هيك، هذه دائره بس للفهم. عاده الاس سي ار بنستعمله في دائره اي سي فلحاله بصير يعمل ناتشورال كوميتيشن. هون احنا عملنا فورست كوميتيشن، طفينا الهاي او فورست اوف تيرن اوف، اجبرناه انه يطفي عن طريق هذا
السويتش.